السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده اليوم العشرين للفراخ بتاعتي، زي ما انتم شايفين انا جايبه فراخ بيضه وجايبه فراخ ساسو الاثنين مع بعض، بس بشرط ان هم يكونوا في نفس اليوم، يعني جايين مع بعض. هم متحصنين، انا جبتهم متحصنين، ما بيجيب لهمش بقى اي تحصين او اي علاج بقى خلاص. ولو انتم جايبين فراخكم مش متحصنه من اول يوم، بتطلعوا على الوحده البيطريه وتقولوا لهم عايزين تحصين فراخ في اول يوم، بتجيبوها. دلوقتي الساعة 8 الصبح وما شاء الله الوزن حلو، وانا راضية عنه، الوزن كويس. هقول لكم ازاي بقى بسمن الفراخ بتاعتي. دي اسمها فراخ تسمين، فراخ بيضة اسمها فراخ تسمين، يعني بتربى بس على العلف فقط. دلوقتي هقول لكم بقى ازاي انا هحضر لهم الصبح بدري. زي ما انتم شايفين انا فرشة بقى في الارضية تبن ليهم، اهم حاجة النظافة، انا منضفة لهم وفرشة لهم الارضية بالتبن، وبغير التبن كل ما لاحظت ان الارضيه اتعجنت كده وطريت بروح مغيره التبن ليهم. دلوقتي هم لسه كسلانين الصبح، هبدا بقى دلوقتي اقول لكم ازاي انا بحضر من الصبح بدري ليهم. اول حاجه انا بمنع عنهم الاكل والميه لمده ساعتين، بس الكلام دوت بشرط ان هم بعد ما بيعدوا ال 20 يوم، يعني بعد ال 20 يوم نبدا نقطع عنهم الاكل والميه كل يوم لمده ساعتين. دوت اول ما بيحط لهم الاكل يرجعوا بقى للاكل، ايه، ملهوفين عن الميه والاكل، عاوزين ياكلوا، عطشانين جدا، يبقوا جعانين جدا. انا دلوقتي همنع عنهم الميه والاكل لمده ساعتين. زي ما انتم شايفين الاكل موجود وهم مش بياكلوا لانه موجود قصادهم باستمرار، لكن لما هنمنع الاكل ساعتين ما شاء الله هتشوفوا الوضع هيبقى عامل ازاي. يلا بينا نمنع عنهم الاكل لمدة ساعتين. الساعة دلوقتي 8، كمان ساعتين بالظبط هرجع لكم مرة تانية وهرجع الاكل مرة تانية، وتشوفوا ازاي انا هحضر الكتاكيت بتوع الفراخ، وهتشوفوا ازاي انا بعمل لهم الخلطة الجميلة اللي هتخليهم ازاي يكبروا بسرعة في 30 يوم. في خلال 30 يوم بتتضرر تذبحي الفراخ بتاعتك. يلا بينا، هسيبكم دلوقتي وهرجع لكم بعد ساعتين. دلوقتي بقى هنبدا نجهز الخلطه بتاعتنا اللي هنحطها للفراخ. احنا كده بالظبط سبناهم في حدود ساعتين، هبدا بقى اجهز لهم الخلطه بتاعتهم. دلوقتي انا جبت معايا بصل وقطعته بصل بالكتير، حبه بصله كبيره او اتنين صغيرين، وجبت معايا اربع فصوص ثوم، وبصلتين وسط او ثلاثه صغيرين هنحطه، وهروح فرمه كويس جدا بالمفرمه. بس زي ما قلت لكم الخلطه ديت بتبقى للكتاكيت او الفراخ اللي هي من عمر 20 يوم. هنعملها كمان شويه لان لسه الكتاكيت بتوعنا صغيرين، بس كده كفايه. هضيف على الخلطه معلقه عسل، معلقه عسل اسود، الخلطه دي جميله جدا يا جماعه علشان البرد والفراخ. اول ما تحسي ان فراخك عندها برد او تعبانه تعملي الخلطه دي، جميله جدا. بس كده الكمية بقى دي هتتحط على قد ايه هقول لكم دلوقتي. الكمية اللي انا عملتها دي كمية المفروض تتحط على كيلو علف. كيلو علف من بعد 20 يوم من عمر الفراخ بنبدأ نحط علف خشن. الوصفه دي جميله جدا عشان الفراخ بتاعتنا تكبر. في خلال 30 يوم هتكون الفراخ بتاعتنا كبرت وتوصل 3 كيلو كمان. كده احنا عملنا الوصفه بتاعتنا، هي عسل وتوم وبصل، اهو اتقلبتها. دلوقتي بقى هروح عند عشه الكتاكيت وهحط الخلطه ديت وهحطها على مقدار كيلو علف، وهقلبهم على بعض كويس جدا. يلا بينا نطلع على الكتاكيت. دلوقتي انا رجعت للكتاكيت تاني، همت بعد ما تمينا بالظبط ساعتين. هنزل اول حاجه بالبصل والثوم والعسل
اهوت هحطه هنا، وهروح اجيب بقى كيلو علف خشن وهخلط الخلطة عليهم. سمينة اهوت نزلت كده بالبصل والثوم والعسل على كيلو العلف، وهبدا اقلبه دلوقتي. البصل ريحته جميله وبيفتح نفسهم على الاكل ويخليهم ياكلوا كتير وبيسمنهم بسرعه. في خلال 30 يوم هكون معاكم ان شاء الله وهوريكم ازاي الفراخ هتكبر بسرعه معانا. الوصفه دي ممكن تعملوها عادي كل يوم، مفيش منها اي ضرر، وخصوصا لو كان في خنفره او برد. كده خلاص عملنا لهم الأكلة بتاعتنا. أكلة كويسة جدا ومفيدة جدا ليهم. أهم حاجة في تربية الفراخ البيضة أو الساس، أهم حاجة فيها التهوية، لازم نكون فاتحين ليهم أي تهوية، سواء باب أو أي شباك مفتوح ليهم. اهو زي ما انتم شايفين دلوقتي اهوت الفراخ حبت قوي طعمهم. وعادي جدا لو احنا ربينا الساس والابيض مع بعض، اهم حاجه يكونوا جايين مع بعض في نفس اليوم. تربيه الساس كويسه جدا، بس بتقعد تقريبا 60 يوم او 70 يوم، من 60 ل 65 او 70 يوم بالكتير. ولو حابين تقعدوا بقى اكتر مع الساس ممكن يقعد عادي 3 شهور 4 شهور 5 شهور، الساس بيطول معانا براحته عادي، لكن نقدر نذبح منه من بعد الشهرين. لكن الابيض بيقعد معانا من 40 يوم ل 45 يوم. لكن بالخلطه التسمين اللي احنا بنعملها ديت لو عملناها كل يوم ان شاء الله الفراخ هتكبر معانا في خلال شهر تقدري تذبحيها وتجيب معاكي اوزان كويسه جدا ومرضيه، وكمان طعمها حلو والاكله كويسه جدا وسهله. يلا بينا عشان نحضر لهم الميه بتاعتهم كمان، لانهم زمانهم برده عطشانين. الميه بتاعتنا برده هتكون ميه مختلفه وهتبقى كويسه جدا ليهم. ودلوقتي بقى هبدا اجهز لهم الميه بتاعتهم. عندي كده جبت الحجم الصغير اللي هو اللتر، شطفتها الاول لان لازم بعد كل مره لازم نشطفها. ومعايا كيس اسمه بانش، كيس بانش دوت حلو قوي يا جماعه، كله فيتامينات ومعادن للفراخ بتخليها بيكبروا بسرعه وتفتح الشهيه عندهم. هحط على سقايه الميه الصغيره نص معلقه من كيس بانش، وهحط معلقه كبيره من العسل الاسود، هيبقى معانا نص معلقه صغيره من بانش ومعلقه كبيره من العسل الاسود، هحطهم على الميه واقلبهم وهيبقى دوت هي الميه بتاعتهم. يلا بينا. رفعنا لهم السقايه دلوقتي تحت، حطينا تحت السقايه طوبه عشان يشربوا كده وهم واقفين احسن ما يكونوا هم قاعدين. والاكل برضه حطيت تحت طوبه. اسكتي يا مريم.